طيب دكتور محمد، يعني في الدراسات حول متحور أوميكرون انتهت، وحسب الدراسات قالت أنه اللقاحات الموجودة بأنواعها المختلفة نسبة الوقاية ضد هذا المتحور الجديد مش كبيرة بشكل كافي، بنسبة لا تتخطى 15%. ولكن أثبتت أيضا الدراسات أنه الأشخاص اللي تلقوا اللقاحات المعززة أو البوستر دوزز نسبة الحماية تتخطى 70%. سؤالي حضرتك يا فندم دلوقتي، اولا احنا وصلنا لفين في اللقاحات، ان كان اللقاحات اللي بتتطلب جرعه واحده او جرعتين، وايضا الجرعه المعززه؟ الحقيقه احنا وصلنا مرحله جيده جدا. حضرتك عدد اللي خدوا الجرعه الاولى قربنا من 60 مليون، وعدد اللي خدوا الجرعه الثانيه تقريبا 35 مليون، وخدوا لحد امبارح اللي خدوا الجرعه المعززه او الجرعه الثالثه او التطعيم الثالث حوالي 500,000. احنا في المتوسط عدد اللي بيطعموا يوميا يتراوح ما بين 350 الى 500,000 شخص. هناك اقبال شديد على اللقاحات، عظيم. هناك تدفق مستمر لهذه اللقاحات، الكميه اللي احنا خدقتها المواطنين والكميات الباقيه كميات كافيه جدا. وزي ما حضرتك عارفين طبعا بدأنا أو بدأت الدولة، بدأت وزارة الصحة في إعطاء اللقاحات للفئات الأقل عمرا من 18 سنة، من 12 ل 18، لزيادة المناعة المجتمعية. إحنا بنؤكد دايما، حضرتك قلت كلام علمي جدا ومهم جدا، بنؤكد إن اللقاحات ليها دور. محدش قال إن هو الدور الأساسي، يعني ما أقدرش أقول إن اللي هياخد اللقاح مش هيجيله، لكن اللي ياخد اللقاح ممكن يتعدي، ممكن يقعدي، يعني هو يبقى انفكتد ويبقى انفكشوس الاثنين. فدي نقطة مهمة جدا. إنما اللقاحات ما زالت سلاح كل العالم مهترب بيه. إحنا شفنا نتائج لهذا. عملنا حضرتك دراسات أثبتت إن اللي بيخش المستشفيات أو يخش الرعاية المركزة هم الأقل حصولا على اللقاحات. يعني اللي واخد اللقاح فرصة دخول المستشفى أو يخش الرعاية المركزة أو يتحط على جهاز تنفس صناعي أقل كثيرا جدا. إحنا بنرصد هذا جيدا عشان نؤكد هذه المعلومة. أيضا مفيش حاجة في الدنيا 100%، إنما لحد دلوقتي اللقاحات مؤثرة، حتى لو كانت مؤثرة بنسبة أقل بالنسبة للتطورات. خلي بالك أنا عايز أقول حاجة مهمة. اتفضل. الفيروسات دي يعني مخلوق بيقاوم، عايز يعيش، فبيسموه بيتهرب أو يتسرب من اللقاحات ان يحصل تحور. فالتحورات ما هي الا نتيجه للقاحات، عشان هو مش نتيجه ليها مباشره، يعني عشان يقدر يعيش بعد ما احنا بنديله لقاحات عشان تؤثر عليه او تمنع دخوله جسم الانسان. يمكن هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا فندم، انه احنا الامر لم يتوقف فقط عند تلقي اللقاحات، لكن الجرعه المعززه مش رفاهيه، الجرعه المعززه بالعكس هي جرعه مهمه جدا يجب تلقيها. شوفي حضرتك احنا بننادي، والرئيس اكد امبارح في اللقاء على ان منظومه اللقاحات تستمر. منظومه اللقاحات يعني الحقيقه بتسير بطريقه جيده جدا من حيث توفر اللقاحات. كل لقاحات العالم موجوده عندنا، كل الانواع. المراكز الثابته تزيد عن 1350 مركز، وفي مراكز متحركه، وفي مراكز في اماكن اخرى. كل اللقاحات متاحة، كل إنسان. النهاردة الحمد لله احنا بنشهد يعني إقبال على اللقاحات زاد جدا، والناس طبعا كل ما بتسمع مشاكل الكورونا كل ما بتقبل على هذا. تأكيد الدولة على إن مش هيدخل الأماكن الحكومية أو ما أماكن الخدمات إلا الحاصلين على اللقاح، خلت الناس تحمست لهذا. يمكن من النقطة دايما أو الديبيت اللي ماشي بين الناس، طب والنبي أخد أنهي لقاح؟ الناس لما بتلاقي فرص لاشكال معينه زي الموديلات كده، فكل واحد يقول ده خد ده ولا ده، وده يدل على يعني الحمد لله سلاسه وتوفر، وان في الدوله موفره بالظبط. لكن انا باكد مع حضرتك تماما ان منظومه اللقاحات في منتهى الاهميه، منتهى الحيويه، نقلل الفيرال لود اللي هو حمل الفيروس في مصر، وثانيا نؤكد على انه بيزود حمايه الانسان من الإنسان ومن الفيروسات.